قال المدير العام لمنظمة العمل العربي فايز المطري إن منظمة العمل العربي تسعى بكل جهد لمواكبة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية بالتعاون مع توصيات القمة العربية الأخيرة. أسعى بكل جهدي أن أكون على قدر المسؤوليات التي أوليتموني إياها وفق الإمكانيات المتاحة مثابرا على تطوير آليات العمل في منظمة العمل العربية لتواكب التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية والذي جاء متوافقا مع قرارات القمة العربية الأخيرة ومع توجيهاتكم وتوصياتكم في المؤتمرات السابقة. فقد أنجزت المنظمة إلى جانب خطة عملها المرحلة الأولى من مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل، وجاري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية بإذن الله، حيث تم استكمال البنية المعلوماتية وتجهيز منظومة التدريب والتوظيف الإلكتروني، حيث يعتبر نظام تبادل البيانات والإحصاءات التفاعلي أول نظام عربي يسمح للمنظمة بتبادل البيانات مع الدول الأعضاء ومراجعتها وإقرارها ونشرها.